تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله، فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم مراسم يوم الشهيد الذي أقيم في قصر الصخير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة أولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. ولدى وصول الموكب السامي لجلالة الملك المفدى ترافقه كوكبة من الخيالة، كان في الاستقبال معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، ومعالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. في هذه اللحظات مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يصل الموكب السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. ترافقه كوكبة من الخيالة. إلى موقع الاحتفال في قصر الصخير العام. سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. وقد أطلقت المدفعية الآن طلقة لإعلان دقيقة صمت. وستنتهي دقيقة الصمت مع الطلقة الأخرى ليتبعها عزف لحن الرجوع الأخير. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظكم الله ورعاكم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، جنود الوطن البواسل الأبطال، الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد شكر الله تعالى نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله وأيده، الذي خصص هذا اليوم 17 من شهر ديسمبر من كل عام يوما للشهيد تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن، فتحية إجلال وإكرام ملؤها المحبة والافتخار لكل الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن دينهم وأوطانهم وذودا عن شرفهم وحقوقهم وشرعيتهم. وفي هذه المناسبة الجليلة نرفع أكف الضراعة والأيدي إلى المولى العلي القدير ونقول داعين: اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات، نسألك اللهم بأن تتقبل شهداءنا الأبرار، اللهم أدخلهم الجنة مع عبادك المقربين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وأسكنهم الجنة بجوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم واجمع بينهم وبين أهلهم وأولادهم ومحبيهم في جنات النعيم، اللهم اربط على قلوب أمهات وآباء الشهداء، اللهم آمنا في وطننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى لما تحب وترضى، اللهم اجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، اللهم احفظه من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم أعزه وأطل في عمره وأحسن عمله، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم بارك له في أهله وأولاده وذريته، اللهم وفقه لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع به الكلمة ووحد به الصف، اللهم اجعله سبباً لحقن الدماء واجتماع القلوب، اللهم اجعله إماماً للتسامح والتعايش والتآخي والتحاب، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أرادنا وبلادنا البحرين وبلاد الحرمين الشريفين وخليجنا وجيشنا ورجال أمننا بشر وسوء وفتنة فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم أدر دائرة السوء عليه وأرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم انصرنا على من عادانا وبغى علينا يا سميع الدعاء، اللهم إنا نستودعك وطننا وخليجنا وجنودنا البواسل المرابطين الذين يحاربون الآن عدوك وعدوهم، اللهم احفظهم برا وبحرا وجوا وانصرهم على الطاغين الباغين المعتدين، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وأنزل سكينتك عليهم، اللهم أعدهم إلى وطنهم وأهلهم سالمين غانمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ الآن سورة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة وقبول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص جمعان سلاح. بعد ذلك مرت عدد من الطائرات المقاتلة من سلاح الجو الملكي البحريني تعبيرا عن الوفاء لشهداء الواجب. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالتوجه إلى موقع الصرح. وبهذه المناسبة تفضل حضرة صاحب الجلالة بالتصريح السامي هذا نصه: يطيب لنا في هذا اليوم المجيد أن نحتفي معا بالذكرى الثالثة ليوم الشهيد في مناسبة وطنية عزيزة، تخليدا وتكريما لشهدائنا الأبرار البواسل من رجال البحرين الشجعان المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل وطنهم في ساحة الشرف وميدان البطولة خلال أداء واجبهم السامي المشرف منذ قيام الدولة في عهد المؤسس الأول إلى يومنا هذا، فجسدوا بذلك أسمى قيم الشجاعة والفداء، وكانوا فخرا لكل أبناء البحرين ونبراسا مضيئا لأجيالنا القادمة في حب الوطن بأسمى معانيه. وأضاف جلالة الملك المفدى القائد الأعلى: إن يوم 17 من ديسمبر من كل عام مناسبة مشرقة في مسيرتنا الوطنية ملؤها الاعتزاز والفخر بأبناء البحرين الذين استشهدوا داخل الوطن وخارجه نصرة للحق والعدل ودفاعا عن أمن وسيادة أوطاننا والتصدي للإرهاب ومد يد العون والإغاثة انطلاقا من مبادئ ديننا الحنيف وتقاليدنا البحرينية الأصيلة، فسطروا بدمائهم الزكية أرقى معاني البسالة والعطاء سيرا على نهج الآباء والأجداد الكرام الذين على مآثرهم بنينا مسيرتنا الحضارية الظافرة وورثنا منهم شيم المروءة والفداء. وقال جلالته أيده الله: إن كل واحد من شهدائنا الأبطال هو موضع اعتزازنا وفخر لأسرهم وذويهم وأخوانهم في السلاح، حيث وهبوا أرواحهم فداء لوطنهم لتظل راية البحرين خفاقة شامخة بين الأمم، وسطروا تاريخا مجيدا من البطولات خلدت أسماءهم وأسماء أسرهم فكانوا فخرا لوطنهم ولأهلهم. فكل شهيد بحريني هو ابن لكل الأسر البحرينية في وطننا الواحد المتضامن، وإن أسر الشهداء وذويهم لا يقولون بطولة عن أبنائهم، بل لا يقلون بطولة عن أبنائهم، فقد ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن بثباتهم وروحهم الوطنية العالية، كما نشيد بالمواقف الوطنية المشرفة التي عبر عنها المواطنون الأعزاء، ما يعكس أصالة وتماسك أهل البحرين الكرام في مختلف الظروف، وهذا ما عهدناه منهم دائما. رحم الله شهداءنا الأبرار وأخوانهم من شهداء دولنا الشقيقة وأسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وجزى الله أهلهم وذويهم خيرا، وحفظ الله وطننا العزيز وأدام عليه الرفعة والعزة والمنعة.